القرآن يرقق القلب ويزهد في الدنيا ويطمعها في عفو الله وجنته وفي الآخرة ونعيمها. فإذا عاش القلب ذروة هذا المعنى وتقلب في أكنافه وجد احتقارا للدنيا واستقلالا لشأنها، فأقبل عليها ينفقها في وجوه مرضات الله، وأقبل على الآخرة يأخذ منها من عظيم ما كتب الله له من الحظ والأجر والعطاء. يقول الحافظ ابن حجر: قيل الحكمة فيه، يعني في تضاعف هذا الكرم، أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. قال: وأيضاً فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده. قال: في بمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى.